استاذ احمد، استاذ احمد سيف الاسلام، عضو اللجنه العامه لحقوق الانسان بالنقابه العامه للمحامين، ما رايك في المطالبات بعض السياسيين في بان يكون الدستور اولا ولا الانتخابات اولا؟ والله احنا السؤال يتقال بصيغه ثانيه، يعني احنا نقول الاول هل اراده الشعب اولا ام اخرا؟ لان الشعب اختار في الاستفتاء الاخير بنسبه 77% اختار ان يتم انتخابات برلمانيه، وبعد 6 شهور يختار مجلس الشعب المنتخب 100 عضو لافرار وعمل الدستور عشان يستفتى الشعب عليه. فلما تيجي النهارده تقول الدستور اولا، معناه ان انت بتقول للشعب انتوا جهله، زي برضو الدكتور نظيف لما قال ان الشعب جاهل وما سعيش ديمقراطيه. لما انت تيجي النهارده تقول الدستور اولا، يعني بتقول انك شعب جاهل وانك شعب لا تستحق الديمقراطيه. احنا مش هنرجع الحزب الوطني تاني، مش عايزين دكتور نظيف جديد. يعني للاسف الجمهور بدور دكتور نظيف دلوقتي دكتور يحيى الجمل، اللي هو الراجل اللي بيقولوا عليه فقيه دستوري. انت جاي النهارده يا دكتور يحيى بتلغي اراده الشعب؟ الشعب دوت جاهل؟ هل نفس كلام دكتور نظيف؟ طبعا لا، الشعب اللي قام بالثوره ده مش شعب جاهل، لكن اللي هم بيلتفوا على الثوره احنا بنقول لهم انتوا جهلاء بطبيعه الشعب المصري. ومن هنا بقدر اقول ان الاراده اراده الشعب هي المفروض تحترم. الشعب اختار انتخابات برلمانيه ينتج عن طريق البرنامج الاعضاء الغير الاعضاء المنتخبين ينتخبوا لجنه من 100 عضو لعمل مسودة الدستور ثم للسنه وبعد كده انتخابات الرئاسه. يبقى السؤال هو هل نحترم اراده الشعب؟ او بمعنى صح، هل الدكتور يحيى الجمل بيحترم اراده الشعب المصري ولا هو واللي معاه ما بيحترموش اراده الشعب المصري؟ طيب يعني انت دلوقتي تتهم دكتور يحيى الجمل بانه يتهم الشعب المصري بالجهاله زي ما ايوه واضح جدا. اللي الدكتور يحيى الجمل ده عامل ان هو بيحرر غنم معاه. لا يا دكتور يحيى، ما مش ممكن اللي بتقوله ده. اولا انت هتسيب فتنه، هتعمل اثاره. اوعى تفتكر، انا اقول للدكتور يا دكتور يحيى اوعى تفتكر ان المجتمع المصري الشويه ال 10 ال 15 معاك اللي تروحوا في اوضه وتتكلموا كلمتين وتاني يوم نلاقي جرايد اللي بتتكلم اكن ده المجتمع المصري. لا، هل تعتقد ان هناك ضغوط اجنبيه وراء المطالبات؟ والله واضح دلوقتي في تدخل السفاره الامريكيه. السفيره سكوبي قبل ما تمشي كان ليها دور سياسي ودور ديني، بتوجه للاسف واخده معاها اللي بيسموا نفسهم مركزيين والليبرالي اللي بيسموا نفسهم الصفوه مع التيار القبطي الناعم من اشقائنا الاقباط. للاسف برضه هو بقى برضه عن طريق الصحف، بعض الصحف اللي بيملكها رجال الاعمال الاقباط وبعض القنوات الاعلاميه واخدين اتجاه محاربه اراده الشعب. ما رايك في اتهامات البعض للمملكه العربيه السعوديه من تحويل بعض التيارات الاسلاميه في مصر؟ تمويل التيارات الاسلاميه في مصر؟ اولا احنا لازم نكون مقتنعين المملكة العربية السعودية ومصر لا يمكن يكون في حالة انفصال بينهم. الاثنين بيكملوا بعض. يعني حتى مصر كقوة بشرية وقوة نوعية وقوة عسكرية وقوة اقتصادية كإمكانيات مصانع، والسعودية كقوة مالية وقيادة روحية. لا يمكن الحاجة الأمة العربية تحتاج للسعودية والمصر. قلت إن يقول السعودية بتمويل للطيارات الاسلاميه، مفيش تمويل زي السعوديه لما بتمول كدوله كشعب مصري، لكن اللي بتمول للطيارات الاسلاميه ولا غيره، لكن ده القصد بيه ابعاد مصر عن السعوديه وابعاد السعوديه عن مصر. من للاسف الشله اللي هم بتوع 15 20 واحد اللي هم فاكرين انهم بيوجهوا الشعب المصري او بيحددوا الوجهه المستقبليه لمصر في اتجاه هم عايزينه، اللي انا بسميه اتجاه الاباحيه الجنسيه، اتجاه اباحيه الحريه للشذوذ، اتجاه العلاقات الاوثق مع امريكا واسرائيل. الناس دي انا مش عارف الناس دول بيفكروا ازاي، الناس دول فاكرين ان الشعب جاهل. لا يا سيدي، الشعب مش جاهل، الشعب قريب. الشعب مش كام جريده بتصدروها كل يوم وكلمتين وقام قناه لتبعكم، مش هو ده الشعب المصري اكبر من كده؟ وهيتم الانتخابات اولا، وانا بقولها وليه؟ وليه ندخل
يدخل في متاهات. ليه بتصيروا الناس؟ ليه انتوا النهارده بقيتوا الحزب الوطني الجديد؟ انتوا بقيتوا شعب زي انتوا الحزب الوطني. دكتور يحيى الجمل يقول معاه دلوقتي هم الحزب الوطني الجديد. ايه رايك في المسارات العربيه لمصر في هذه الظروف الصعبه؟ والله دلوقتي انا ليا عتاب لاشقائنا في الدول العربيه. طبعا الظروف اللي احنا بنمر بيها صعبه جدا جدا من ناحية الاقتصادية، وشعب مجروح او شعب مسروق، شعب منهوب. الوقفة مش هي التمويل العربي، قروض يعني السعودية مقدمة 4 مليار، منه مليار منحة. طب والثلاثة قروض؟ قطر بتقدم 10 كايه نقول قروض برضه داخلة في القروض، او يعني ما لا احنا كنا نتمنى طبعا، يعني ما بنقولش ايه منح وده في الايد انزلوا، يعني كنت اتصور ال 4 مليار من السعوديه دول ممكن 10 مليار هم يعملوا مشاريع جوه مصر. اعمل، مش عايزين منح، اعمل مشاريع تاخد كثافه عماليه تدعم الاقتصاد. نفس الحكايه قطر، لكن كدعم للاسف الواحد حزين ان جه في ظروف قروض. وبعدين للاسف مش عارف، كنا نتمنى طبعا من دوله الامارات يكون دورها غير كده خالص. الدعم مش يعني مش مرتاح له. طب رايك في قانون العبادات الموحد؟ لا ده مشكله تانيه للاسف. اولا انا يعني ايه كلمه قانون العباده الموحد انا متحفظ عليه. اللفظ نفسه المفروض قانون العباده العادل. بمعنى مش معقوله الشعب المصري اللي هو 93% منه مسلمين و7 او 6% مسيحيين هتساوي اماكن العباده، يبقى قانون واحد للمساجد وقانون واحد في نفس الوقت لله. لا المفروض يعني القانون ما يكونش موحد للدين، يبقى عادل فيه مساواه نسبيه. مش ممكن هتحصل ده. فانا بتصور ان قانون العباده الموحد ده ممكن يبقى كارثه داخله عليه مصر. يعني للاسف محدش بياخد راي الشعب. يعني الكل بيتكلم ايه؟ بياخد راي جرايد الصفة بتوع يحيى الجمل اللي بيتكلموا في مش عارف الجرايد المستقله الدستور والمصري لهم كام قناه تبع كده التيار القبطي، اللي هم عمالين بيتكلموا زي ما يكون الشعب راضي بالكارثه الجديده اللي هي قانون العباده الموحد. لا المفروض قانون العباده العادل لا يتساوي نسبة 93% من المسلمين في مصر مع 7% او المواصفات للجامع زي المواصفات في الكنيسه. وبعدين في نقطه خطر دلوقتي، المسيحيين بيعاملونا ان ثلاث ديانات. يعني ايه نتعامل الاسلام دين، اليهوديه دين، الديانه المسيحيه ثلاثه الارثوذكس والكاثوليك والانجليين. يعني كل واحد عايز كنيسه، يعني ممكن يبقى في مكان واحد ثلاث كنائس وجامع، ازاي تيجي؟ ما تنفعش يا جماعه. طب هقول لكم حاجه، احنا لا متطرفين، احنا بنتكلم خايفين على مصلحه البلد. يوم الجمعه لما بروح نصلي حد يبص على الجواب هل في مكان فاضي؟ الناس كلها بتصلي بره الشارع. طب روح يوم الاحد في الكنيسه تلاقي حد بره بيصلي بره الكنيسه. لا الكنيسه مش فاضي. لا دي مش محتاجه انت تخليهم كده لحد جاي يصلوا بره الكنيسه. اذا بالمنظر ده مفيش حاجه لاشقانا الاباط ان هم يحتاجوا ايه كنيسه. لكن هنا بقى هنا بتدخل الشعب يقول لك لا يا عم هم مش محتاجين كنايس، لا دول هم محتاجين يغيروا وجه مصر الاسلامي بحيث يبقى وجه مسيحي. طبعا فضول ان الكنيسه مش عايزه تخضع الاموال اللي عندها لجهاز المركز المحاسبات في علامات استفهام. مين بيمولها؟ ايه الغرض؟ هل فعلا زي ما بيقول كتير قوي من الراي العام للشعب المصري ان في محاوله لتغيير الوجه الاسلامي المصري يخلوه وجه المظهر المسيحي؟ في علامات استفهام. انا على رايي انا الشخصي بقول في محاولات دلوقتي لتغيير وجه مصر الاسلامي بايه؟ خلوه وجه مسيحي. قانون عباده موحد؟ لا مش موحد، عادل، لا مساواه نسبيه. الكنائس انا بعتبر ان دي يكفيها، لكن ماشي اذا كان مثلا في مناطق جديده ماشي، لكن بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت لا. وبدون خضوع الاموال في الكنيسه لجهاز المركز المحاسبات بنقول يا جماعه الموضوع ده خطر، خطر جدا، ممكن يعمل حرب اهليه، ممكن المجلس العسكري يتورط ويطلع قانون. واحنا بنقول له ارجوك يا سياده المشير القانون العباده اللي بتقول عليه الموحد ده امر مش هين، ارجوك اتركه لمجلس الشعب، خلي مجلس الشعب وكمان ايه الشعب يستفتى عليه، غير كده هتبقى كارثه وممكن يؤدي لحرب اهليه. شكرا استاذ احمد. شكرا.